طيب اروح لكره الكره الطائره سيدات. طبعا كابتن حمدي الصافي واللاعبات كانوا لعبوا مباراه وديه مع الشمس، النتيجه طلعت 4-0. طب تقول لي ازاي يا كابتن؟ طب ما المباريات بتبقى ثلاثة، بتبقى الماتشات ثلاثة. لا، ما هو انت في الماتشات الودية ممكن تزود زي ما انت عايز عشان تتغرب لعيبتك والفرقة التانية برضو تجرب لعيبتها. كسبنا 4-0 وجهزهم لماتش سبورتنج القوي. الحقيقة احنا عندنا ماتش سبورتنج، سبورتنج عامل فرقة كويسة، عندنا ماتش سبورتنج اللي هيكون بكرة في اسكندرية ان شاء الله. الماتش ده جهزهم، كابتن حمدي مطمن على اللاعبات، الدنيا جميلة. احنا رحنا طبعا صورنا معاهم تقرير، وكاميرا الابطال لازم تكون معاهم زي ما وعدناكم ان احنا، وصورنا معاهم تقرير وشفنا الاستعداد ايه. اشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. الفترة اللي جاية احنا بالظبط فاضل لنا 4 ماتشات، اول ماتش يوم الاثنين يوم 24. احنا بنستعد اصلا قبلها من كتير جدا، وان شاء الله هو الماتش في اسكندرية، مسافرين قبلها بيوم طبعا ان احنا ناخد الدوري والكاس، يعني ده اهم حاجة الفترة دي. بنحاول ان احنا يعني نشوف الغلطات فين ونعملها في التمارين وكده، ونتمرن عليها علشان نقدر ان احنا ننافس الفترة اللي جاية في الماتشات اللي جاية، ان احنا نقفل السيزون ان شاء الله بالدوري والكاس. الحمد لله. طبعا بعد فتره التوقف كان الموضوع صعب شويه، بس ابتدينا ان احنا نرجع واحده واحده، وده يعتبر تاني ماتش ودي نلعبه. الماتش اللي فات كان مع نادي الصيد، فريق قوي، الحمد لله قدرنا نرجع من خلاله، يعني ناخد تاني على جو الماتشات والملعب، وده كان تاني ماتش. طبعا بيبقى الاداء كل فتره بيتحسن عشان نقدر نجهز ان شاء الله اليوم ماتش 24، هيكون ماتش مع سبورتنج على ارضهم، فطبعا مباراه مش سهله، فكان لازم ان احنا نقدر نلعب ماتشات ودي قبل ما نلعب الرسمي. بنعمل ماتشات ودي، الكابتن بيبتدي يرجع كل اللعيبه لياقتها البدنيه عشان نبقى جاهزين للماتش اللي جاي، وطبعا بنبتدي طبعا ندرس يعني الفرقه اللي هنلاعبها ان شاء الله. والله دي تقريبا تاني مباراه لنا وديه بعد طبعا فتره توقف كورونا. اللعيبة الحمد لله أحسن من المباراة الأولى، يعني لعبنا المباراة الأولى مع السيد فزنا 3-0، النهاردة فزنا 4 أشواط. عارفين المباريات الودية بيبقى عدد أشواط مفتوح زي ما احنا عاوزين، الحمد لله النهاردة فزنا بال4 أشواط. اللعيبة طبعا ابتدت تستعيد جزء كبير من مستواها، اللياقة البدنية، معدل اللياقة البدنية بتاعها ابتدى يرتفع أكتر من الأول، فإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية عندنا مباراة مهمة مع سبورتنج، هتبقى مباراة مهمة جدا لحسم الدوري لينا بإذن الله، مركزين فيها جدا وكل اللعيبة مركزة فيها، وباذن الله الفتره الجايه اللعيبه هتبقى احسن. بس احنا ضاغطين الفتره دي جدا في موضوع اللياقه وضغط التدريبات، لان الفتره التوقف كانت طويله، بس الحمد لله اللعيبه احسن من الاول وابتدوا يجهزوا جدا فنيا وبدنيا الحمد لله. والله هي اصابات خفيفه، كان ساره امين شد في الظهر، كان فريده عسقلاني عندها برضو شد، بس ده طبعا نتيجه طبيعيه لفتره التوقف طويله، وكان عندنا تدريبات مكثفه، فطبيعي هيبقى في شد الفتره دي وفي اصابات خفيفه. طول ما الاصابات خفيفه احنا مطمنين الحمد لله. طبعا مباراه سبورتنج مهمه لينا الفتره الجايه، لان هي من المباراه دي تقريبا تحسم لنا بدرجه كبيره الدوري الممتاز لينا. احنا استعداداتنا الفتره اللي فاتت كنا بنتمرن، يعني الاول ابتدينا اسبوعين لياقه بدنيه في التراك، الفتره بعد كده دخلنا الصاله المغطاه، ابتدينا نركز على البدني مع الصاله والفني، والحمد لله اللعيبه كلها مركزه الفتره ديت، عاوزين يحسموا الدوري بدري بدري عشان نستعد ان شاء الله للكاس باذن الله. الحقيقه انا يعني تقارير الطايره انا بستناها عشان استمتع بصراحه، والله يعني انا اتمنى تكونوا بتستمتعوا زيي. الحقيقه فكر منظم، يعني كابتن حمدي الصافي عارف هو عايز ايه، وعارف عايز ايه من البنات، والبنات عارفه هي عايزه ايه من البطوله وعايزه ايه من الماتشات. الحقيقه الطايره بتخليني اعيش في مود كده حلو قوي، ونتمنى ان شاء الله انه يتعامل على كل الفرق مش جوه النادي الاهلي، بره النادي الاهلي كمان.